صوت كويس. سلام عليكم. حياك الله حياك الله. كل ازعاج. اكتمل 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 الخليج. الازعاج الازعاج. لكنت قاعد اقول لك شوي قبل تجي ان البطوله لسه ما بدت. احنا لسه في المقبلات ولسه حماس. احنا لسه بعد المقبلات هذه باقي لنا السلطه والشوربه اللي هي الكروبات اللي بين الجسي وال حكي متحمس. وبكره الطبق الرئيسي يجيكم عادي. يجيكم الضرب الضرب. اوكي ما عندنا حبيب ناس بكي يقول فدينا الصوت. احنا اللي فديناك بعد قلبي والله فاقدينك. زين طيب الحين صريح العباره ايش رايك بالقرف اللي قاعد طالع قدامك الدبل سامس؟ دبل سامس يا اخي والله ونوسه تلعب ضده. طبعا انا العبها الفريق نفسه فانا معذور شويه بس غيري مو معذور. ولك لا لا انا هذا نهائي كويتي خالص. ها اي حدا اربع كويتيين. ايه او ماي جاد ولا دبل ابي يا اخي سامس من الكاركترات اللي اليوم بدت اللعبه كثير ناس تكلموا عنها انها ما هي كويسه وانها ما هي طايره والله بعينهم يا عمي. ايه والله بعدين فجاه بعد الكورنتين كل احد سامس تصير. لا اقسم بالله كنا نتناقش عن الموضوع من دهر. ايه يعني مستحيل سامس وزلد هالكاركترين دائما يقول لك يا عمي ماسكينه والله خايسه والله شخصيه خايسه والله لين تباريها بعدين تنصدم. فانت ايش قاعد تسوي؟ ايه سامس ايش قاعد تسوي؟ ما اقول لك انه ما لها عيوب بس انه لما يقول لك انها فاشله ولو تير وما تلعب. يعني تذكر جيك ديباكي كان يقول عنها ما تلعب يا اخي ما تلعب. اي ما تلعب كان يجيك بيس ميج ويقول لهم تعال تعال. اوكي نادي الكاركتر عنده نقاط ضعف بس السموحه يعني تعلم الماتشر. بس الصراحه بعد جيك ديباكي بعد من الشخصيات اللي كانت تبفت وايد وايد البفات جتها على افه من يشيل على قولتهم. والله اي بس يعني هم ستيل يعني عرفت اللي حتى بعد البفات ظلوا فتره طويله لين بيس ميج بدا يفوز يعني ما يتكلمون. ايه انا احس ان عندنا في عندنا مشكله في السماش سين والفايتنج سين. ما خلينا نقول سماش سين الاف جي سي كله والله. ايه صح انا فاهم شو انت بتوصل اللي بوصل له ان الناس ما تعرف عن الشخصيه مو من التولز الا من الناس تفوز بس طبعا. واحد فاز قال لك اوه قويه طبعا شخصيه قويه من اول يعني اذا انا مو جراند فاينل اي دونت اكزيست. غريب يعني تولز واضحه يعني سامس من الشخصيات اللي انا كنت اول لان عندنا كيو في الرياض فكان يلعبون بسامس. yes. فقعدوا هذه الشخصيه هذه اكيد انها مو ضعيفه. لا لا سامس ماسكينه لو سمحت. إيه ماسكينه ماسكينه والله ماسكينه يعني اذا كانت سامس يعني اذا مو بتوب 5 ايش جاردز ليش ترابينج ان ذا جيم. وي 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 شفت الذبحه برسنت 190 راح لجهنم. والله هذا جالكسي جالكسي راح الاخير. شفت سوى جمع للفور سماش الابثرو. شفته يس الابثرو سوت شو اسمه دي صار سماش التمت. وش حق التكن اللي اللوكرش سوت لوكرش. ايه لوكرش لوكرش ايوه. ولا عاد والله ذاك اليوم معلق التكن والله اخي كيف والله يا اخي كان حماس. لا 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 اخو حركه باللعبه. والله طالع لا اخو حركه باللعبه سماش هوائيه يا الهي. والله جالكسي قلب خلاص والله قلب الترا انستنكت بس عاد وراك روبات ربك يستر. يو عاد جالكسي يا اسمر الله قلنا نرشد جالكسي كروباتل هذا تبتير. هو ابو شاهين مره خربانين في البطولة. اي صح اي عندهم قوه عجيبه ما ادري هو باثر ولا لا لا هم يحوشون بف عرفت يصير ما يهتمون. والله لان وراه فريق عرفت فما يهتم. يطق 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 ثاني ضربته القبر. والله انا عاجبني جينو بالسوك فايتر والله قاعد يسوي بدل. جينو يلعب 16 كاركتر كلهم هو نايس نشتاك. يا سلام حصل الذبحه ترى ما ادري نشتاك هي ولا افتتاح والله ما يعني تكتب لي ادري عن الميات. انا ما اعرف صدق اتوقع حتى اللي يلعبون هم يدرون عن نص دقيقه ايش تسوي. والله بس صراحه خلينا نتكلم عن ستيج مره سكسي. اوه حد حد الكاست ستيج مره حلو. انا ضايق خلقني ما لعبت عليه. اوه ماي جاد عد عد يا الهي والله ديفاين باه باكر حلوه. ايه ما المفروض ما يرجع اذا سواها صح ما يرجع. يرجع والله رجع. اوكي اوكي جينو قلبها. جينو كان يرجع بانسنرو ودها والله هذه خبره من خبره عاد والله كلهم. اوه عاد ميك ماي دي اسمع اسمع يلا ميك هيز داي ميك ماي فوكينج داي ميك هيز داي كمان خلاص. اوه ماي جاد اللحن يا اخي والله سكسي حتى. بس الصراحه اثنينهم بالليج ترابنج كثرات مجنونه كل واحد عنده ليج مره كويس. اوكي ايه اوه والله النيرف تشقلب عن كل شيء. ايه حده انفجر انفجر سلام عليكم. والذبحه من كثر ما هي سخيفه حتى اللعبه ما سوت زوم صراحه. الاب تروح حق سامس شوي غش غش حدها لانها قويه حيل. ليش يقوم من يوتيوب؟
ايه تعال بعد غير انها اصلا القرابه حقتها تطقم تمسك اخر الحياه تمسك سبوتات ساعات على المزاج. ايه طبعا طبعا شباب اليوم الستريم برعايه اثنين خسرانين في البطوله وفيهم حلطبه ايه فلا لا تزعلون سامس مينز نحبكم ونحب شخصيتكم بس صدق ما نحبها. انا كنت انا ملح توني خسران من اسمها ذي الماسكينه الماسكينه الصجيه الماسكينه الصجيه هذيك عاد صدق ماسكينه بيو والله ماسكينه يعني. والله برعايه ملوخيه والله ورا عاد شو اسمه ده الحين الناس شنو الناس قاعد تقول ان بيو صارت كويسه بعد صار يفوز فيها ذاك اسمه بريطاني شو اسمه بلوم ايه 1-0 ال ايوه الله ينور عليك يلا اوكي الحين نروح ثاني جيم مره ثانيه على نفس الستيج والامور طيبه والحياه حلوه والترش والسايد بي ويكفخم صاحبه والله سواحت مرتين الحين مره كويسه هذه اي ممتازه تحصل ذبحه وتحصل دمج عالي حتى اتوقع اني دمج 30 بالطقه هذه تدري اوه اي انك فخ صاحبك دمج وايد ترى بسبب مع مع النيرف حق الدبلز ولا ما له دخل؟ لا اعتقد بف اكشن الحين الضربه تصير اضعف اقوى في الدبلز ولا اضعف؟ اقوى اوكي غلطان يا صاحبي مو خالد مو خالد يا ابو خالد خمسه اجزاء قتاليه سمعت في جسد واحد والله مستحيل ولك ولك جالكسي خير ابو خالد والله ما يا الهي يمه ولك ابو خالد معصب حدا والله ترى مش مال ترى والله خلاص قلب قول له قرب حق القرب بس بعد ملح حتى تسمع صارت عاد جت بتاك بازر من اطول جت بتاكات وصل اخر الدنيا هو اكبر واحد اطول واحد في اللعبه حرفيا اطول واحد اوه تجنك ديفاين اوه ماي جاد ما بي ما يموت بسلام انا اوريك والله افتحك بخير صاحبه بغى يموت وراه حلو حلو الريكفري من جالكسي ايه ولك والله اشتقنا جالكسي يا سلام والله اشتقنا البوزر حق جالكسي خالد هذا ابو خالد من الناحيه الثانيه خلينا نتكلم بس ان جينو للحين عنده 3 ستوكس جينو قاعد والله اعظم تانك بدرب التبانه عرفت شلون؟ يعني اتوقع مال الدولة هذه القطة وكنا حتى ايام الدبلز القديمة تذكر لما جالكسي مع فيرس كانوا موجودين مع بعض ايه اوكي فجالكسي كان يجي مود ما يموت كنا نسميه اموال الدولة ان جالكسي هو عرفت امين اموال الدولة عنده خزنة الدولة وعنده الاموال كلها وما يصرف فلس ما يطلع ريال واحد عرفت حقك الا بالقطار عارف ما يموت طبعا طبعا حلال على صاحبه اول ما يموت اي حلال على صاحبه يصرف ما يصرف ما يروح الستوك لو شو تسوي ولك شكل الجيم هذا رايح الجالكسي وجينو والله الامانه صراحه مسيطرين حدهم بدعي لكن لو يطقون جالكسي ويذبحون جينو شوي ولك جالكسي قال السوكه حقتي مالتي ستوكتي ابي ولا الكونفرميشن من التورنيدو ضربات والله عبالي مات من ابيات احمد من كثر الخرعه نزل بداونير وقف قلبه يقول قاعد يسولفون معك كوزر فاينل قاعد علق انا هي اوكي ديفاين فيرس لقوا الرتم صدق مات والله بغى يموت ولك فيرس يلعب بالنار سلام عليك سلام عليك يا الله فك ايش فك صاحبه سايد بي انا فرايد ماكس استرو لا ما احنا اثنين مع بعض لا قول او ماي جاد قول الاف سماش كانت كلتش حدها لك 2-0 عكس اتجاه الجيم كله اي والله والله كان في ليد شوف هو كان في ليد وتبخر صدق بس هذا اللي حصل هو جالكسي يحاول انه يستخدم الانفنسبيلتي حق الابترو حق باوزر yes. بس انه لسه ما نفعته يب 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 في اشياء في التيمز إيه؟ تختلف عن السنجلز yes. لانها في هيت بوكسات غريبه ما تشوفها الا لما في واحد ثالث يس 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 الهيت بوكس حق عمرك شفت الجانك حق الابترو حق باوزر؟ يس احيانا كذا يطلعك برا يطلعك باخر الدنيا إيه. اذا انت جاي تقرب منه يوديك اخر الدنيا مثل ريو اذا سوى داون ثرو قربت منه تموت واب ثرو تكسر الدرع من فل وات اوكي هذه من سماش 4 باي ذا هذه جديده ما تعرفها من سماش 4 اذا ريو سوى اب ثرو قربت منه مسك درع ينفجر درعك يروح على طول واللي ذي الضربه الثانيه الكيك اللي فوق عنده كيك اللي فوق يكسر الدرع وعنده ضربه اللي تحت تطلع صفر او سبعه شيء هبي انسينرو نزل انسينرو نزل بسرور امانه انا الصراحه يا اخي مين المين حق جينو؟ ها سؤال مره صعب مين المين حق جينو؟ مين جينو؟ جينو ما يلعب التمت ولا يحب اللعبه
يعني هو ما عنده مين، هو بس يلعب، ما يلعب اللعبه ولا يحبها، عرفت؟ فيعني ما عنده، مو بس ما عنده مين، ما عنده شيء يعني، ما يلعب اللعبه اصلا. ايه هو لعبها بس عشان خاطر احمد انه جاي، عرفت؟ حصلت فري. والله عارف حد اسطوره، والله اسطوره قوي حد. ولا اوكي، فل 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 طق، ولا فل طق الوضع، والله الوضع ضرب ضرب. ايش هذا؟ عنف اسري يا رجل. والله فعلا صح، كرم الكويت بعد عنف اسري رسمي. ايه فعليا. اوكي اوكي، ايش قاعد يصير؟ احس باوزر قاعد يموت بس يعيش. اموال الدوله ورب الكعبه، ايش صار؟ ما يموت، ما يموت باوزر، موت خلاص. ولك 180. اوه ماي جاد، حلوه. جاب انتو اب سماش رائعه. اوكي على اسماخك، على اسماخك. سلام. من اللي ما سوى الاكستند على صاحبه، ما ادري على ارمر الكاركتر، والله ما ادري ايش صار، بس انه مات. ذاتس ات، في حد مات. قولك ولا داونر. والله صراحه جينو شغال ابيات، والله شغال. اوكي انا قاعد اسمع ترش هناك. والله الوضع، الوضع يا الابي. قول له لا تسال ايش نسميها راشد. طب صوتها شيء ما في حساب، ما في حساب. صوتها تعرف يعني انت مهتم ليش اسمها راشد؟ ايه شوي يعني بس. اوكي انا اقول لك ليش اسمها راشد. السبب ترى جدا مقنع. اوكي السبب الله يسلمك. كسرت العين، كسرت العين، كسرت العين. ايش هذا؟ كسرت العين. اسمع السياح هناك والله. اوكي هذا ثاني جيم وجينو عنده فري ستوك. يس والله يا اخي جينو خارق. المهم قصة راشد، راشد الله يسلمك ويحفظك، واحد طيب كان يلعب معانا برول. اوكي ويختار سامس بس يشكل ابي، فصار اسم الحركة راشد على اسم اللاعب نفسه. اوكي بالنسبة له اسباب. زين يا رب، يا رب راشد سمعنا بس. ايه راشد اخو احمد الكبير. اوكي اخو جالكسي الكبير. يعني هو كل ما نسوي حنا سريم ويسمع راشد يكون حوشه كرنج من داخل. بس فخ عليهم دم قلبه مات خلاص، ما قام يكتب. راشد ارجوك قول لي قاعد تتفرج ستريم. ما ظنيتي والله. او ماي جاد والله شغال. نعم 16 باكر هذه حقت بيو، عرفت الباكر؟ سمعت تقول نعم بعدين مشيت 16 باكر. ترى على فكره الباكر حقت سامس السويت سبوت حقها قوي. نعم قوه باوزر مسخره. صدق او لا تصدق يعني. بينما السور سبوت مره ضعيفه، السور سبوت ضعيفه بس ساعات تذبح، لا تسالني ليش. اوه يا كبير يا جالكسي، اموال الدوله والله بالله والله. هو سوى تونت، هو البيت سوى تونت. شفت البيت؟ اي تونت، بيت بتونت. دبل شيلد بريك، ما دبل شيلد بريك، كانوا بيخسرون والله. بس الدبل شيلد بريك كان حد كلتش. هلا راشد، راشد اخوي. ايش هو؟ اي حضر تفضل. ماي بلاد، ماي بلاد. تفضل تفضل تفضل. والله 2-1 يقول ماسكين الشيل اثنين وبيرشدون عليه، ما يدري انه هو عنده انتي راشد. والله صدق، والله كسر اخوه. اخوه بعد ايش تبي؟ يقول نقص الزلد الحين يا اخي. ليت في كاميرا، والله ليت في كاميرا. لا تكون تشوفون لك، نشوف احنا. والله لو يحصل لي بس اسجل ثلاث ارباع الخرابيط اللي تصير، نص ربع الخرابيط اللي تصير واحنا نعلق ونلعب بالهذا. والله ترى محتاج ريالتي شو هذا، والله محتاج. والله سووا سمت عندكم. اي وضع سمت، عرفت؟ وتجيب يعني اغلب اللعيبه الخليجيين ونقعدهم ونخليهم يسولفون مع بعض، والله العظيم راح تضحك للابد. ستار اكاديمية. اوكي. وش ذا القطر المقنع؟ ايه فعليا النمر المقنع والله. يا الهي. ولك باوزر. يا ساتر والله كانت كلتش حدها. باوزر يسوي ايج جارد على زلدا، خذ لك فقط في الكويت. اي والله. والله سلام جالكسي. تجنك؟ تجنك. اوه ماي جاد. بس مات. لا ولك فارس رجع وطق فارس طق رجع وطق الجميع. قام بيطق بالصدق والله، راح طقي خلاص. لا صراحه في الاكشن والله اني يتهاوشون. او ماي جاد، لعبه برا اللعب. واو والله زلدة مسخره الباوزر في مسخر والله. والملح زليون. اوه ماي جاد خلاص انتهت. كم ستوك تبخر؟
اتوقع اربع ستوكات او ثلاث ستوكات راح اقل من دقيقه 10 ثواني يا رجل دقيقه من دقيقه شكله بشوف ديفاين وفيرس بالجراند فاينل والله انفجروا يقول عاد يدخل كروبات مع السعوديه ما يبي لها خلاص والله والله باعهم باعهم جالكسي اوكي يبون ينهون هالنهايه سلام عليكم انا عاجبني ان جينو لحق قاعد يقاوم جينو يقاوم جينو يقاوم والله يقاوم جينو شباب شجعوا جينو شجعوا جينو يا شباب جينو 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 يلا ليتس جو جينو سلام اه كمان كمان عشان حكي لايك ذس 3 1 هل حقت حقت واري ويا يا شلون الا من يموت من يموت يطير بعيد كنا ممثل كويتي يعطيك ويا يا شو السالفه يا اخي 3 1 لمصلحه ديفاين وفارس ها اخر ست اوف كوبا يا اوف كورس اوكي سو هذا راح يكون ان شاء الله اخر ست